حرب اقتصادية باتت نارها تشتعل في الأفق بين الصين والاتحاد الأوروبي بعد أن وجه التكتل الأوروبي ضربة موجعة لبكين بالتصويت لصالح فرض رسوم جمركية تصل إلى 45% على السيارات الكهربائية الصينية. هذه التعريفات الجديدة المقرر تطبيقها على مدار الأعوام الخمسة المقبلة تهدف إلى حماية صناعة السيارات الأوروبية، وهو ما تعتبره دول الاتحاد دعماً غير مشروع من الصين لصناعتها المحلية، إذ أنه من المتوقع أن تؤدي هذه الخطوة إلى تصعيد التوترات التجارية بين الطرفين، وقد تؤدي أيضاً إلى ارتفاع أسعار السيارات الكهربائية بالنسبة للمستهلكين الأوروبيين. من جانبهم لم يجتمع أعضاء الاتحاد الأوروبي على القرار، فبينما صوتت 10 دول لصالح التعريفات أخذت ألمانيا موقفاً مغايراً، وهي الدولة التي يعتمد اقتصادها على صناعة السيارات بشكل كبير، لتصوت هي وأربع دول أخرى ضد القرار، وذلك في الوقت الذي تخشى فيه شركة السيارات الألمانية وعلى رأسها فولكس فاجن التي تتمتع بوجود قوي في السوق الصينية من رد فعل مماثل من بكين بفرض رسوم جمركية على السيارات الأوروبية. ورغم ذلك أعلنت المفوضية الأوروبية أنها حصلت على الدعم الكافي من الدول الأعضاء للمضي قدماً في تطبيق هذه الرسوم، لكن مع ذلك أكدت المفوضية عزمها على مواصلة الحوار مع الصين سعياً للتوصل إلى حل بديل يتوافق مع قواعد منظمة التجارة العالمية ويعالج بشكل فعال الدعم الضار الذي تم اكتشافه.